الشباب. أنا كشاب اللي جعلني اختار وادرس طب هو إرسالية الطبيب وخدمته للعالم. طبيب بيقدم الشفاء بتضحية، ولكن شو بصير لما الطبيب يمرض؟ مين بيقدم له الشفاء؟ مين بيشفي الروح المنكسرة والمنسحقة؟ أنا رشاد، لقوني على بي وان شباب حتى نتعرف مع بعض على الطبيب الأعظم. بي وان شباب، بي وان شباب، شباب، بي وان شباب، قريباً على بي لايت يوث.